شوف يا عبد الله، هاي انا قلت في العيد الحاجات بترخص، صح؟ امشي السوق بس سرعه كده يشتري لي حاجات. العيد جاي اسوي شنو؟ هلك الله جايب لي معك بنطلون وقميص للعيد كده. يا جايب لك بنطلون وقميص، هاي قلت اكسيك اكسر فيك خير. شكرا. اجيب لي امي دي المسكينه دي عشان معيده معانا جايه، شفت عيانه، اجيب لها معي كمان كبسولات ولا حاجه. كويس والله. اجيب لها شيب شيب وحاجات زي دي واشتري لي حاجات، وتجيب لي فرشه التطاير دي كينه ذاتها. اه بنخطب عليهم يشيلوا معانا. كويس. بس اهم حاجه يا عبد الله خلي بالك من البيت، واذا الباب خبط يا عبد الله تفتح الباب انا ما بخليك. تفتح النجنة؟ تفتح النجنة. هاي كويس عشان لا كان في حرام والله جيت تلاقيه هيك. بس دي فلاحتك. خلاص سمحت كلامي؟ لا كلامك واضح، حتى امشي التوك وانا بحرت النجنة. خلاص انا بمشي برا ما توريها. جدا. خلاص؟ جدا. عليك الله ما تمشي. علبة كبيرة بتاعت حلاوة ماكنتوش. صحيح. هاي. جبنا معك سفنجات من التوك. فجروا يا نجنة، فجروا إخلاص وينه؟ إخلاص منو؟ أجي يا عبد الله؟ إخلاص بنتي؟ إخلاص بنتك، بتجي مشت وين؟ والله قالت ما تشوف، قالت ما يكلموك. ما يكلموني سجن الخشبي، ما يكلموني بيشنو؟ قالت ما تشتوك. السوق؟ أي بعد الوقت ده؟ والله براه. تمشي السوق براها؟ براه. وجاي لك روش كتر كده سيح مين سوادي ودهب لابساه؟ لابساه مدرعة، شفتي كلها هنا وهنا وهنا في اطناع. انت ما عارف الايام دي، الايام دي الحرامية بس متابعين النسوة في السوق. ليش ما مشت معايا يا عبد الله؟ قالت ما قالت لي ما تمج، قالت التوك الايام دي رخيص في العيد، التوك برخت ما تجيب ملايات وتجيب تطاير وتجيب لنا بطلون وقميص وتجيب لك انت توك وتجيب لنا حلاوة ماكنتوش للعيد. هسه تاير اسوي بيها شو؟ والهدوم نسوي بيها شنو؟ الدايري يجينا عيد علينا منو؟ الدايري شفنا منو في البلد المقطوعه دي؟ البيت دي هسه تجي راجعه كيف الليل ده؟ والله ما كنت انا امشي معاك على سيلا انت تحرس النينيه والبيت. النينيه تطير! ولا يا بنتي الوحيده، ولا يا بنتي من الله مشي حيده، انا لا انا اقبل وين وامشي وين؟ الليله الليل واليوم الليله يخلص ما جاء. تجي انت كان مشيت معاه مالك؟ انا ما كنت امشي، كنت انا امشي توا على طيب توا بتفارني، انت تقعد تحت سنينه دي هنا بالبيت، هي تمشي تجيب حاجات العيد وتجي من التوب. انا ان شاء الله ما تلقى الحروس، انا بالحرامي اللي ضحى من الاضان للمضى، انا بالحرامي اللي قطعها تبري. واي يا بنتي والله واي الله يحلي لها، والله كانت مره طيبه خلاص، كانت طولة كويسه وتوته محترمه، والله كانت بتخدمنا والله يحلي لها. قتلتها؟ انا لايما بلدي كويت، والليلة مشيتي وين؟ ورحتي وين؟ رحتي وين الليلة يا أخلاص؟ رحتي وين؟ هتكون مجت وين يعني؟ مجت أمريكا ما مجت التوب؟ رحتي وين المرة دي قلقت برا؟ الليلة كرة علي، والليلة واسع وادي، والليلة ورا مادي، متي مشت وين؟ بنتك ما بتجي تنو بنتي بنت على قناتي وين المرة دي؟ وترتنا نحن تعبنا يعني. الراجل ده قاعد لنا صار؟ ما تتحرك؟ ما تعرفش شوف البنت دي مشت وين؟ قوم شوف لك صار، شوف لك شو، شوف لك دار. جار؟ الحته دي فيها جار؟ بعدين بنتك عنيدة، كنت انا يا اخي امشي معاك قالت احرسوكي، احرس النينيا، قالت النينيا دي ما تخليها برا. لا 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 يا ترى، انا خلاص، انا بعد ده ثاني ما بقعد، ماشي البس توبي، ماشي اشوف بنتي. وانت وين؟ اقفل معاك الباب. وما عليه، وما عليه مسخنتك. وما عليه الحمد لله على السلامة. شيلي يا امي السوق طاير في السوق، انا قلت لك دايركت امي سخنة السوق يا امي ما شفتيها. وده شنو لك يا سعدي؟ ده القروش الكتيرة دي جبتها بالكتاب؟ القروش الكتيرة ذهبي ذاته دخلته في القروش الكتيرة. سعدي مين؟ ذهبي بيحدي؟ ذهبي بيحدي يا امي. بيحدي ذهبك ليش يا امي؟ سوي شنو انت شفتي السوق؟ قلت ما احرمكم من الحلاوات اهو، شكلت لي كل حلاوات الحلاوات دي بكام؟ يا ميمي كل نوع شلت لكم حلاوة 500,000. وقلت برضه ما احرمكم من الشيالات. شيالة خالي منادين 600,000. تاني نوريكم انت شنو؟ شيالة. دي شيالة الحلاوة؟ حالتي خليتها تربطها. يعني قدر الحلاوة؟ يعني قدر الحلاوة. بس انت شيالة ولا قوي؟
هي اصلا مش هي كمان ما بعرف غلطه قلت بس شياد بيكوزا ما بقدر عليه وكان قدمناها لهذول وشاله كلها يعني احنا نكون خلاص شاله كلها قال بيشيل حلاوه نعرف دربه نمشي بيته نعيد له نشيل حلاوتنا ونجي انت ما تطابع حبل اولا طبعا شيل انت تجر الحبل انت كمان والسجاد والستاير والحاجات اللي كنت ماشي تجيبيها وانا يعني السجاد يا امي وقلت ما احرم نفسي جبت لي بودره دي سكن هان ولا شنو يا بنت؟ هو انا بقدر اشتري العاديه الكامله الجاهزه الجديده دي قلاب شنو؟ دي شيل فلان هو سقطه ولا والسجاد خليته ليش لا توبي؟ اها توبك والله ما بقدر اجيب ليك لكن تذكرت ذهبيك يمي قلت لها انك شلت غيشات كثير عشان تسرقك ايه ما شاء الله معنا قاعد يبدو بالجديد بدو سجاد انت مش كيف؟ بس ما خلاص سجاد ما بقدر على سجاد تذوب سجاد وقلت ما احرمكم اعمل لي حركه في الترابيز يا بي يا بي تسوبك غالي كدي قروشك الشتين كله على ذهبك بس حبة الحاجات دي والكيسين دي بشيل فلان انا ما كلمتك يا بي ما كلمتك قلت لك في الايد الذهب بيزني في الواقع والهدوم بتطلع السماء كده حطوا